صباح الخير، كيف حالكم؟ شلونكم؟ قبل أن أبدأ المقطع أبغى منكم طلب بسيط يا حبايبي. أنا جبت لكم بشارة جدا جميلة، أبشركم فتحت قناة جديدة اسمها لويجي جيمينج. هذه القناة لي أنا، شوف كيف شخصيتي لويجي، لكن هذه المرة راح ألعب فيها ألعاب متنوعة وبنروح فيها مغامرات شيقة وجميلة. أبغى منكم كلكم يا حبايبي دقيقة من وقتكم تدخلون الرابط تحت في الديسكريبشن وتشتركون في القناة الأسطورية هذه، شوفوا اسمها لويجي جيمينج. نزلت فيها 4 مقاطع وراح أنزل يوميا، وبإذن الله في نفس الوقت اللي ينزل فيه ذا المقطع راح ينزل مقطع هناك أيضا، بتشوفوا فيه أشياء جميلة. جربت ألعب سونيك، وجربت أسوي تحديات، وجربت حتى إني أدور نفط تحت الأرض، تخيلوا نفط، لقيت نفط كثير، والله أشياء جدا جميلة راح تعجبكم إن شاء الله. يلا ما أطول عليكم، خليكم مع المقطع. يا ربي وش أبيع؟ والله ماني عارف وش أبيع. هات الدرج هذا، ما أنا استخدمته من فترة طويلة. هات اللوحة هذه، ايوه أبغى كل الأغراض أبيعها. هلا والله بالمتابعين، اليوم أنا مسوي حملة بيع كبيرة جدا، أبيع أشياء مرة كثيرة لأني أبغى فلوس كثير. والله في حرب عالمية في البيع اليوم. أمس ماريو خرب علي البيع حقي، لكن اليوم أبشركم سويت مكان مرة كويس. بس قبل تشوفونه أباكم تكبسون زر اللايك وتشتركون في القناة يا حبايبي. شوفوا 1 2 3، هلا والله بالمكان الجميل. شوفوا هذه أسميها متجر لويجي المتحرك، طبعا أحطه في الشاحنة كل شيء، وبروح مكان بعيد أبيع هناك، وأقدر أبيع هنا، وأقدر أروح عند القرويين. هذا متجر متحرك، لا تقولوا يا لويجي طيب أنت عندك متجر هناك. لا يا حبيبي، هذا متجر متحرك يسمونه بسطة، تعرفون البسطة كيف؟ إيه هذه هي البسطة. طبعا خلينا نكمل الأغراض وأوريكم وش في أشياء مرة حلوة. أبغى أحط السلم هذا، ممكن أحد يبغى يشتريه. أبغى أحط اللوحة هذه الجميلة، وأحسن حاجة عندي هي هذا الجهاز الأسطوري. هذا ببيع ب5000 دايموند، بيجيب لي دايموند كثير. يلا خلينا نبدأ نقول بسم الله. يا قرويين بلاش، كل شيء بريال بريالين، عندي كل شيء تبغونه يا قرويين. بسم الله الرحمن الرحيم. ماريو وش قاعد تسوي يا حبيبي؟ أنا كيفك. وش قاعد أسوي؟ وش رأيك قاعد أسوي يا حبيبي؟ شمعات التفاح حقي القديم، واو، حط برج من الكتب. يا سلام عليك. حتى أخوي خليت لك مكان هنا إذا تبغى تجلس عشان أبيعك هنا في هذا المكان. تبيعني؟ تعال والله لوريك، والله أكسر راسك. تبيع أخوي؟ تضربني والله. اسمع ماريو، هذا الدباب كم تبيع؟ والله الصراحة عجبني، ودي اخذه معاي. ولا تدري، مع السلامة. بس مع السلامة. فكرني راح عليك بالون ما شاء الله. لا 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 ماري خلاص، خذ دبابك ولا تاخذ البالون حقي. جيب البالون يا ربي. بالون بالساق. اسمع يا ماري، عشان ما نصدع اليوم ونسوي مضاربات كل يوم زي ما نسوي كل يوم، اسمعني وركز معاي. نبغى البيع، كل واحد يبيع ونساعد بعض، ما نخرب على بعض يا اخي. ما نبغى نخرب على بعض. خلاص انت مين؟ انا مين؟ علمني. انا اخوك لويجي. اسمع، لا، اذا جاء قروي عندك هنا تبيع له. القروي اللي يجي عندي ما تكلمه، تسمعه ولا لا؟ هو هذا القروي جاني. مع السلامه. اهلا وسهلا. هلا والله بعمنا القروي الجميل. كيف الحال؟ اهلا حياك الله. جهاز الالعاب هذا بشتري الولد الازرق هذا اغلى شيء في العالم، هذا ب5000 دايموند. ترى انا صعب انتبه منه. ها وش تقول انت؟ ولا شيء خلاص ماريو، ولا شيء. والله اتفاهم معك، بس خلي القروي يروح. انا بستاذنك يا لويجي، بروح شوي عند ماريو. تعال وين رايح؟ والله خلاص كنسلت، ما ابغى اشتري. انذك. تعال يا قروي، تعال. يا ربي، بسم الله الرحمن الرحيم. كل من ماريو. ماريو كذا بدايتها، تخرب علي. خليني يا رب، سوي نفس ما يدري. آخر إنذار، لو تخرب عليه مرة ثانية تدري ايش بسوي؟ أبجيب متفجرات وأكسر كل البسطة حقتك هذه، ما أخلي ولا شيء. وش سويت لك عشان تسوي فيني كذا؟ طيب لا عاد تخرب علي البيع حقي، تسمع ولا لا؟ سلام عليكم. طيب. حياك الله يا قروي.
قوي. عليك السلام. دقيقة جاي اشوف ماريو. ماريو وين ماريو؟ اذا خلصت تعال عندي. موجود انا موجود. اهلا وسهلا. والله مشكلة مشكلة ماريو خرب علي وانا ما اقدر اخرب عليه، بس يلا ما في مشكلة لاني انا انسان طيب مو زي اوي سوي حركات زي كذا. اوه هلا والله حياك الله. تفضل تفضل ما شاء الله جاي عندي. قبل حالي الويجي. اهلا وسهلا. وش تبغى تشتري؟ علمنا يا قروي. باخذ مساعدات طبية من عندك، لاحظتها امس عندك مدري موجودة باقي ولا لا؟ هذه المساعدات الطبية موجودة اذا تحتاج اي حاجة. عندك جرح، عندك راسك مصدع، اي شيء تلقى هذه المساعدات الطبية فيها جميع انواع العلاجات. انا اللي احبه فيك انه عندك كل شيء، كل شيء ابغى. كيك، حلاوة، مساعدات طبية، ملابس، خضار، لما تحط المساعدات الطبية تتفرج في التلفزيون القديم هذا. هذا أيوة. تلفزيون ايام الطيبين، هذا تلفزيون كويس. ايش رايك تشتريه بعد؟ والله شكله طيب التلفزيون هذا. هذا التلفزيون لازم ينحط بالمتحف. شكلي بشتري. خذه وخذ هذه الاسعافات الاوليه. تفضل خذها. هذه الثنتين تطلع بكم؟ دقيقه بجيب الحاسبه حقتي. والله ناسي الحاسبه ولا تدري. استكيم فلوس. تعال تعال يا كروي. بعدين برجع لك يا لويجي. خلاص وقفت. فلوسي وين؟ فلوسك كم؟ وستاك ثاني. لازم اثنين. ايوه شكرا. والله مشكله يا ولد، لازم ننتبه، ممكن في حراميه كثير. يا الله يستر منهم. بس طبعا هنا جبت اللبس النمر الاسطوري هذا، ببيعه بعد بفلوس كثير، وان شاء الله اطلع فلوس مره كثير وابيع كل حاجه يا حبيبي. يا سلام يا سلام. اليوم جاني خبر مره جميل، في ناس قاعدين يبيعون هنا. شوفوا ماريو وش مسوي، قاعد يبيع اغراض كثيره. والله شكله بيطلع فلوس مره كثير. هذاك لويجي بعد ما شاء الله عنده اغراض كثيره ممتازه قاعد يبيعها، بس والله ما هو موجود. الظاهر انه ما هو فيه، وهذه فرصتي. بس اول شيء ابسرق اغراض من عند ماريو، لكن ماريو موجود. ما عليكم، انا حرامي محترف، ابدا ما حد راح يجدني. لازم نطب الان وبدون ما ينتبه. هذا ماريو قاعد يبيع اغراض ما شاء الله عليه. لازم ننزل حبه. شوفوا كيف الاحتراف، خلينا بسرعه نطب ورا السياره الان. ممتاز. خلي لي ما يروح. كويس. ما هو داري. حطوا لايك يا حبايبي، اوريكم كيف تسرقون اغراض. شوفوا كيف. لازم ناخذ الكتب، الظاهر هذه الكتب مفيده. واعطينا هذه بعد. ايوه وشيل هذه الاغراض كلها. خلاص خلينا بسرعه نروح. والسلامه. كويس. الان طبعا من عند لويجي وش اخذ؟ والله ما ادري وش اخذ. الظاهر اني باخذ هذه تسوى كثير. شيل يا حبيبي شيل. يلا مع السلامه. يا بطني تعورني. خليني بسرعه ارجع للبسطه حقتي، للمتجر المتحرك حق لويجي الاسطوره، لاني انا والله الصراحه تركت بدون مراقبه وانا خايف اني صار حاجه ولا شيء. لازم بسرعه ارجع، لان القرويين مصيبه. هذا شرشبيل وش عنده؟ والله كانه جاي من هنا. بيكون سرق حاجه ولا شيء؟ لا الحمد لله شكله ما سرق ولا حاجه يا حبيبي. وماريو هناك. ماريو يا حرام، شكلك ما بعت شيء الى الان. اي ببيع، صدقني والله ببيع اكثر منك بكثير. تدري اصلا شفت المتجر حقك كامل هذا؟ ما يسوى شيء لان عندي الجهاز. يا غيور. الجهاز حقي وين؟ الازرق اللي كان هنا، الجهاز كان هنا اللي يسوى 5000 دايموند. وينه؟ والله كان موجود هنا. بسم الله تبيعه ب 5000 دايموند؟ هذا مره غالي. لا وينه؟ بسم الله. ماريو وقف محلك. وقف يا حرامي، وقف. وين الجهاز حقي؟ وين الجهاز حقي؟ الجهاز حقي اللي كان هناك وينه؟ مختفي. انا رحت الحمام وجيت، انت اللي كنت موجود هنا. بس جهاز، دقيقة، ايش قاعد تتكلم؟ جهاز الالعاب الازرق الكبير، جهاز الالعاب وينه؟ علمني. شكلك انت سرقته. انت سرقت يا الحرامي. سرقت ايش؟ دقيقة، انا ما سرقت من عندك شيء. بس ايش قاعد تخربط انت علي يا اخوي؟ معقولة شرشبيل؟ صح، انا شفت شرشبيل، شكله شرشبيل. يا ربي والله لا اوريه. خلاص اصلا ما ابغى ابيع باقي الاغراض، لان والله عندي اغراض كثير. شوفوا الاخطبوط حقي الجميل هذا بعد، ابغى ابيعه. وابغى ابيع جهاز الالعاب هذا الصغير، هذا الجهاز ممتاز. يلا والله مفروض اني احط كاميرا هنا، ما ابيع هنا ولا شكلي بنقل بسطتي الى مكان ثاني. وش سويت؟ ايش فيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليه تسرق الكتب السحريه
اكل في حرامي في القريه. جيت لعندي تقول لي اني سرقت عشان تخفي نفسك يا اخوي ماريو. يا اخوي ماريو والله بدي الكتب. ما وانا ما وين ما عندي ما عندي دور دور ما عندي غير فلوس حقتي هنا في فلوس عندي شويه ما بعت شيء. وين حاطه طيب وين حاطه لك تحط سيارتك من ما في حاجه انا اصلا تدري لان هذا المكان فيه حراميه كثير باخذ اغراضي هذه كلها وبنقلها لمكان ثاني. والله وريك والله نسرق من كل شيء يجي في الدولة. ما تسرق شيء وخرني وخرني والله وريك يا الحرامي يا الحرامي يا ربي ما يجنني هذا. تدرون انا باخذ البسطة حقتي وبروح المكان ثاني غير هذا المكان لان والله هنا ما ينفع تبيع قدام ماريو وفي حرامية كثير شكله شرشبيل اللي سرق والله ما ادري مين اللي سرق. ابغى اشيل كل اغراضي هذه واروح المكان ثاني وابدا ابيع كل شيء يا حبايبي. الحمد لله خلاص نقلنا كل شيء الان سكر السياره وسكر الباب يا حبيبي. هلا والله بالمتابعين شوفوا مكاني الجديد هنا ما في احد يقروشني. هذاك مجسم سونيك وهذاك بيت شرشبيل وبيت ماريو. انا ورا 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 البيوت هذه كلها عند المدرسه حطيت كل اغراضي زي ما انتم شايفين كل الاشياء للبيع موجوده هنا. وعندنا الكيك العملاقه هذه هذا الكيك ان شاء الله بتجيب لنا فلوس مره كثير. الان بنبدا البيع لان معانا فلوس ولازم نصرف نصرف كل شيء. ابغى ابيع كل حاجه يا حبيبي. هذا شرشبيل شرشبيل ايش قاعد تسوي ما شاء الله عليك وايش قاعد تسوي هناك؟ ما شاء الله انت متى انتقلت هنا ما شاء الله وش ذي السرعه اللي عندك يا ولد؟ يا حبيبي شلت من السياره الاسطوريه ذي وايش تبغى جاي عندي هنا ما شاء الله؟ دقيقه دقيقه بسم الله الرحمن الرحيم. ايش تسوي فوق علامه المطعم؟ عندك اغراض كثيره ليش نقلت وش السالفه؟ والله في حرامي سرق اغراضي وانا ماني داري ممكن انك يا شرشبيل. ما انا ما دخل واضح الحرامي اخوك من في غير اخوك يعني يا لويجي. والله ما ادري بس الحين بسرعه ايش تبغى تشتري من بسطة لويجي الاسطوريه علمني. انا صراحه انا صراحه مشتي اشرب كريبر كولا ومستاكل من البطاطس ذي. كم ذولي تبيع اللي اسمع هذه الالتين ابحسبها لك يا شرشبيل لانك انت صديقنا ابحسبها لك بخمس استكات فلوس لو سمحت يعني خمس استكات ولا لا؟ والله كثير ما ترخص لي شويه لويجي. ما في اجل ما راح ابيعها معلش معلش سامحني. طيب خلاص خلاص يا اخي خلاص خلاص اجل يلا يلا تفضل. يا سلام شكرا شكرا تفضل هذه الالتين وبالتوفيق يا شرشبيل. اسمع اذا سنفور يبغى يشتري اغراض كلمة ترى عندك اغراض ممتازه. يلا شكرا لك يا شرشبيل شكرا. والله كفو عليه شرشبيل اليوم جاب لي فلوس كويسه. شوفوا كم جمعت فلوس ممتازه وان شاء الله بيع كل شيء قبل اخوي ماريو لان اخوي ماريو ما يعرف يسوي متجر يا حبيبي. وعليكم السلام. هلا والله بسم الله انت جاي من المطعم. هلا والله ماريو خلاني اشتغل عنده في المطعم قال لي اشغل له. والله صراحه اني ودي اشتري اشياء للمطعم. مش عندك تعال 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 من برا تعال من برا تفضل 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 حياك الله تفضل تعال 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 يا حبيبي هذا المطعم ما عليك انت تحتاج انك تشتغل في المطعم اجيب لك. أيوة. افضل اشياء عندك عصيرات وعندك كيك ليش ما تاخذ هذه الكيكه تبيعها في المطعم تجيب فلوس كثير صح ولا لا؟ والله الكيكه فكره والله فكره فكره خلاص هذه الكيكه باربع استكات دايموند استكات فلوس فلوس يا حبيبي فلوس كل شيء فلوس 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 يا حبيبي فلوس. ابشر ابشر الان بديك اربع استكات فلوس شكرا شكرا تفضل الكيكه بالتوفيق يعطيك العافيه خذ الكيكه هذه موجوده. والله جبت فلوس كثير الحمد لله خلاص شكلي ببيع كل حاجه ببيع كل حاجه. طبعا ما وريتكم في اشياء عندي زياده هذا التاج المكون من الذهب والدايموند الاسطوري هذا شوفوا كيف حاطه على مخده ولازم عنايه خاصه فيه لان التاج جدا نادر. هذا تدرون بكم ببيعه؟ ببيعه ب 15 ستاك فلوس. هذا تاج الاميره الاسطوري هذا التاج ما حد ياخذه غيري انا يا حبيبي. اوه جاء القروي السلام عليكم وش عندك؟ السلام عليكم ابغى البيبسي البيبسي يا لويجي البيبسي تفضل 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 خذه خذه مجانا مجانا معليش. شكرا شكرا يا لويجي شكرا شكرا يلا ما هذه اشتراك مجانا برضه يعطيك العافيه. يعطيك العافيه والله قروي هذا اسطوره ما شاء الله عليه. خلينا اكمل لكم هذا التاج طبعا بيكون نادر جدا وخايف خايف انه هذا ماريو هذا ماريو ايش قاعد تسوي هنا ماريو؟ ما شاء الله عليه ما شاء الله عليك يا ماريو ايش قاعد تسوي طالع فوق سيارتك؟ تعال تعال وش عندك وش عندك هنا جاي؟ في القرية عشان كذا انا نقلت انا بشرك بيت كل اغراضي وجبت فلوس كثير جبت فلوس مرة كثير وش فيك؟
والله اني انا مسكين. وش رايك نفتح مستح بسطة انا وياك تكون مدمجة، بسطة ماري والويجي تكون كبيرة مرة، وش رايك؟ الله صح والله يا اخوي، المفروض ان احنا نتساعد، ما نكون كل واحد الحالة. خلاص يا حبيبي انا ما بقى عندي اغراض اخوي والله. اسمع خلاص انا اسوي لك البسطة والله لوري الحرامي ذا نوش. ما في مشكلة ما في مشكلة، راح نمسك صدقني في كاميرات عندنا، ما نسيت ان عندنا كاميرات كثيرة في القرية حبيبي، راح نشوف وين الحرامي ونمسكه. بس دحين اسمع انا بسوي لك البسطة وانت جيب اغراض بيعها. خلاص ابغى احط طيب البسطة الى جنبي. طيب في البيت وش في موجود اغراض وجيب؟ كويس كويس، لا عشان نبيع انا وهو مع بعض يا حبايبي، افضل من ان كل واحد يبيع لحاله. يلا خلينا نساعده. ايه الحمد لله، ابشركم خلاص علمت القرويين كلهم. تعالوا شوفوا شوفوا البسطة حقت ماريو. هلا والله اخوي ماريو، كيف المكان الجديد حقك جنب المكان حقي؟ ايه كذا كذا راح نبيع، راح نبيع مع بعض ان شاء الله، نبيع كل شيء. هلا والله عمر القروي. ها وش تبغى تشتري عمر القروي؟ ما شاء الله ما شاء الله، وش فيكم نقلتوا هنا ومتحدين؟ الاخوه المتحدين في الاتحاد قوه. احنا في الاتحاد قوه، صرنا مع بعض انا واخوي ماريو، صرنا ننقل الاغراض ونبيعها. طبعا هذا متجر متحرك، بس سياره حقتنا ننقل الاغراض كلها. عليكم ما شاء الله. ها وش تبغى تشتري؟ علمنا، تبغى تشتري من عندي ولا من عند ماريو ولا انا ابيع لك من عند ماريو؟ ما عندي مشكله، انتوا اثنينكم موجودين عادي، اشتري من اللي ابغاه. تعال تعال اشتري من عند ماريو. تعال اسمع اسمع، ماريو عنده هذه غساله الصحون، هذا شيء ممتاز، فرن وغساله صحون في بعض كذا مندمجه. انا اغسل فيها الاسلحه وانظفها. ايه ان شاء الله، بس ترى ما ادري تخرب ممكن الاسلحه، ما ادري ترى ما ادري. لا ما عليك، نجرب نجرب، خير الامور اللي تجربها. ايوه ماريو، كم سعر الغسالة حقتك هذه المدمجة؟ لما عمنا القروي يستاهل بالساكين فلوس، بس الساكين والله رخيص ما شاء الله. ما شاء الله، انا بعطيك دايموند، بعطيك دايموند احسن من الفلوس. كفو عدينا الدايموند، بس لازم الساكين. ساكين ادري ست حبات، باقي باقي يا عمر القروي، معليش باقي زيادة، باقي زيادة. الله انكم ما تنسون ما شاء الله عليكم اذكياء. كامل يا حبيبي، مو حبه حبه. ايه كفو كفو عليك، باقي ستاك ثاني. خذ يا ماري هذا الدايموند حقك الصراحه، لانه مو حقي حقك انت. هذا حقي وحقك يا اخوي، حقي وحقك. بنتقاسم بنتقاسم كل شيء. كويس كويس، وين ستاك الثاني يا عمر القروي؟ وين ستاك الثاني؟ شكرا شكرا، يعطيك العافيه. يلا تفضل تفضل، خذها هذه. طبعا هذه مدمجه، تقدر تاخذها مع بعض. اديه اياها يا ماري. واسمع يا عمر القروي، ممكن طلب، ممكن ترى عندي كل القروي، تقول لهم تعالوا عندنا في المتجر الاسطوري ذا. من عيني من عيني يا الويجي وماري، تذكروك الخير. شكرا لك شكرا لك. يلا يا ماري خلاص، يا قرويين تعالوا عند ماري ويجي عندنا. عمنا القروي بيخلي كل القرويين يجون عندنا ويشترون. لازم نستعد يا حبيبي، والله الظاهر بنبيع اشياء مره كثير، بطلع فلوس مره كثيره. يا سلام، ابشركم ابشركم، جبت اغراض زياده، جبت رمح الامرالد الاسطوري هذا. والله الصراحه كان ودي اوريكم حلقه، لكن بعدين ان شاء الله. اذا تبغون حلقه عن رمح الامرالد الاسطوري هذا اكتبوا لي في الكومنتات، الحين بحاول ابيعه وبشوف كم يسوى. الظاهر انه يسوى كثير. ها يا ماريو بشر بشر. تعال شوف، تعال شوف القرويين كثيرين والله. عم القروي شوف شو اللي يجي والله. خلاص بنبيع كل شيء، طابور طابور، كل واحد يبدا بدوره. والله الظاهر بنصير اغنياء. طبعا شوف شوف، خلينا نحط الاغراض كذا. انا الصراحه الرمح حق الامرالد هذا ما راح ابيعه، خلينا نبيع القرويين. وش كان اللي بيدك يا لويجي؟ ابغى اشتريه، ابغى اشتريه. هذا ب 50 ستاك دايموند، ما حد راح يشتريه ابدا.